لانه معيشه غاليه، وهذا يعني بس نحن خيو انه نظبط امورنا بس انه باب معيشه. إبراهيم حداد أبو حسين، حتى كنيتنا هي لحقتنا من مهنتنا، يعني لأجدادي، من أجدادي، من الحدادين يعني. إيه ونحن حدادين عربية. إيه ونشتغل بلطات فوس للمزارعين. يعني بتعرف لأنه هلا الأوضاع إنه الشحن غالي وهذا ما في أدوات، يعني فنحن بنشتغل أخيو بلطات للحطب، أدوات زراعية هيك يعني، وعلى الخفيف يعني، لأنه أخيو يعني كل شيء غالي وهذا، فهمت علي شلون؟ حتى نحن كان عندنا فرن غير هذا مثلا، فهلا بنشتغل طلع مساوينه برميل وهيك على حسب الموجود يعني، هون حسب الموجود. نحن بندق سيوف عربيه طبعا، يعني من اجدادي، سيوف عربيه، خناجر. نشتري مواد يعني مثل ما كنا قبل وهذا، فما رح يمشي الحال طاول طاول. نحن هلا بنشتري اول بالاول يعني، وحتى المعدات ما هي موجوده، بدنا شلق كبير، كان عندنا منشره، عندنا جلاسه حديد مثلا نشتغل عليها، هلا كل هدول ما في يعني. بابسط الامور عم نظبط الامور يعني، لانه معيشه غاليه وهذا، يعني بس نحن اخيو انه نظبط امورنا بس انه باب معيشه.